لمأزق خياراتها أو للحد من ارتداداتها داخل أراضيها. في العراق شنت الطائرات الأمريكية 3 غارات جوية على مواقع آل داعش في الرمادي والموصل وجنوب كركوك، ما أدى إلى تدمير 4 آليات وإعطاب 2 أخريين إضافة إلى قتلى وجرحى. بدورها قصفت مقاتلة أسترالية موقعا لداعش في العراق للمرة الأولى. بالتزامن مع غارات التحالف تواصلت الاشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية ومسلحي داعش في عدد من المناطق، وسط أنباء عن تحرير البيشمركة العديد من البلدات والقرى القريبة من معبر الربيعة الهاون على داخل المدينة. من سوريا إلى لبنان، حيث دخلت قضية العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش في جرود عرسال شهرها الرابع من دون أن تعلن الحكومة موقفها من مطالب الخاطفين. الجماعات الإرهابية التي تحتجز العسكريين تطالب بإطلاق سجينات في سوريا من دون أن تطلب بيروت رسميا من دمشق المساعدة على إطلاق العسكريين. هذا فيما نفذ أهالي المختطفين اعتصامهم المفتوح في وسط بيروت. تقرير عباس الصباغ. أو للحد من ارتداداتها داخل أراضيها. في العراق شنت الطائرات الأمريكية 3 غارات جوية على مواقع آل داعش في الرمادي والموصل وجنوب كركوك، ما أدى إلى تدمير 4 آليات وإعطاب 2. في العراق شنت الطائرات الأمريكية 3 غارات جوية على مواقع